السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله كالعادة، دائما على قناة وصفات سعيدة أم جنات. أتمنى اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الوصفة وتجربوها، وما تنسونيش من لايك اللي عجبتكم، وكذلك بالنسبة لأول مرة يشوف القناة عجبوا المحتوى ما ينسانيش من أبوني، وكذلك من تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي دائما إن شاء الله الجديد. وصفة اليوم عبارة عن فطائر كتجي رائعة، مقرمشة وبعجينة يعني اقتصادية، بمكونات أغلبهم كاينين في البيت، يعني مكونات كاملة كاينة في البيت، يعني بحشوة بسيطة كذلك، ويعني وبعجين جد رائع وجد مقرمش. فندوزو إن شاء الله باش نشوفو إن شاء الله المقادير والطريقة تحضير الوصفة ديال اليوم. باش نحضرو إن شاء الله هاد المسمن اللي قلت لكم، غنحتاجو في الأول العجين ديالو. العجين ديالو غنحتاجو ليه واحد خمسة الكؤوس ديال العنبة، كل كأس فيه 100 غرام، يعني ما يعادل تقريبا 500 غرام، يعني نصف كيلو من الدقيق الأبيض. كنغابلوه بحال هكا، غنحتاجو أيضا لواحد 3 ملاعق من الزيت العادي، كنحتاجو أيضا واحد رشة ملح، قليل من الملح لتصحيح الذوق فقط. كنحتاجو أيضا لواحد 3 ملاعق من سكر سنيدة، وكنحتاجو هنا عندي واحد بياض بيضة، نديرو البياض ونحتفظو بالصفار للدهن. وعندي هنا واحد ملعقة صغيرة من الخل، أي خل متوفر. وعندي أيضا واحد رأس ملعقة من خميرة الحلويات، وهذا النصف كيس اللي بقى نحتفظوا به للتوريق. وعندنا الماء عادي، ماء من الصنبور، باش غادي نعجنوا العجين ديالنا. نخلطوا هذه المكونات بعد هي الأولى حتى تنسجم، ومن بعد نعجنوا. رجعت لكم بعد ما جمعت هذيك العجينة، يعني ما خليتها ما قاصحة، ما يعني هكا ما مخوفة بزاف، تكون هكا على هذا الشكل صافي. وكنقندلك فيها تقريبا واحد 5 دقائق. ضروري ديما العجينة ديال المسمن، يعني كل ما دلكتوها كتجيكم احسن. كنستعمل هكا بدلك مزيان صافي، وكنحطها ترتاح تقريبا غير واحد 10 دقائق بحال هكا، ونتلاقاو ان شاء الله. غطيت هذيك العجينة بعد ما دلكتها تقريبا واحد 5 دقائق 6 دقائق، المهم دلكتها شوية مزيان صافي، غطيتها ونخليها على جانب. وندوزو ان شاء الله الكريمة ديالنا اللي غنحشيو بها هاد المسمن ديالنا، كتبقى اختيارية هي كذلك، يعني الحشو كديرو شنو متوفر عندكم وشنو بغيتو، ممكن بالمربى مكسرات اللي كاين. درت هنا واحد بيضة واحدة، ودرت هنا واحد 3 ملاعق من السكر سنيدة، نخلطهم هكا مزيان. ضربت مزيان هذيك البيضة مع 3 معالق ديال السنيدة كبار. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال دقيق النشا، ونستمر بالتحريك. حركت هذاك الخليط ديالي مزيان حتى انسجمت لي هذيك البيضة مع النشا مع السنيدة. في هذه الأثناء غادي نضيف واحد 2 أكواب من حليب ساخن كان على النار، غنضيفو وما نتوقفش من التحريك باش ما تطيبش ليا هذيك البيض، هذاك البيضه ديالي ما تطيبش، يعني ما نتوقفش نهائيا. نبقى هكا نحرك مزيان، وفي هذه الاثناء كنرجعو الكاسرول يكمل باش التعقيد ديال الكريمه ديالي. درتها هنا على العافيه، عافيه تكون مهيله، كنستمر بالتحريك ما كنتوقفش،
باش ما تحببش ليا وما تحرقش هذيك الكريمه، كنبقى معاها هكا غير بالخاطر حتى تعقد ليا. بعد ليا هذيك الكريمه بقيت هكا بالتحريك حتى تعقدت ليا. يعني كنصيحه الا تكتلات لكم وعتقادات بزاف يضيوها غير بالباطو هكا بقاو تضربوا فيها غترجع تحل. المهم هنا غادي نضيف واحد ملعقه من الزبده، اي زبده عندكم، زبده البواطه ولا زبده حيوانيه. وهنا نضرب مزيان حتى تذوب ليا هذيك الزبده بالحراره ديال الكريمه. هنا غادي نضيف واحد ملعقه ما عامراش ديال ليكستري ديال الحامض ديال سيترون، نكهه الحامض هذيك اضافه من عندي ما متوفرش. ديروا فاني، نكهوه بالفاني او بزيت سيترون بقشوط الحامض، اي نكهه بغيتو. بقيت كنخلط فيه داكشي حتى ينسجم ليا مزيان، نغطيه، نحاول ان السلفه اللي غنغطي به يلامس ليا السطح ديال هاد الكريمه باش ما ديرش ليا القشره. نخليها شويه على ما بردات شويه عاد باش ندخلها للثلاجه، ونرجعوا ان شاء الله للعجين ديالنا باش نشكلوه، راه غيكون دابا ارتاح. رجعت بعد ما ارتحت ليا ديك العجينه مزيان، غتساعدني في الخدمه، ارتاحت وطاعت. حنا ما درناش فيها الخميره الحبيبات او الخميره ديال العجينه، درنا فيها غير خميره الحلويات، ما يعني ما غادي ترتاح في نفس الوقت ما تخماش. والنصف الكيس ولا غنورقو به، كنقسمها هكا على واحد ربعة الكويرات يكونوا متساويين نفس الحجم تقريبا. خديت هنا واحد هكا شي بلاطو شي حاجه مدهون بالزيت، صافي نحط فيها دوك الكويرات. صافي ندهنهم شويه زيت، نغطيهم شويه يرتاحوا، ونرجعوا ان شاء الله باش تشوفوا طريقه التوريق. نحتاجوا للتوريق، كنحتاجوا هكا تقريبا 125 غرام ديال زبده التوريق، ندوبوها باش نورقوا العجينه ديالنا. هذيك الخميره الحلويات اللي شاط ليا النصف ديالها كتضيفوا هنايا، درت نصف في العجين، النصف اللي بقى خلطته هنايا مع الزبده هذه غنحتاجوها للتوريق. صافي حركت مزيان هذيك داك نصف كيس من الخميره مع الزبده اللي دوبت، غنحتاجها للتوريق وتساعدني في التوريق، وغنحتاج الزيت كذلك. الزيت فقط غير ندير به سطح العمل، نصمر بحكه حتى تورق ليا مزيان، تولي شفافه، نولي نشوف فيها سطح العمل. صافي ورقتها مزيان كيف كتشوفوا، يعني حتى وليت كنشوف تحت منها هكا سطح العمل مزيان، كل ما ورقت كتجي النتيجه احسن. وكندير هكا ديك الزبده بالمارغالي اللي دوبت مع الخماره، كنحاول اني نوزعها بالتساوي. هكا على هذا الشكل نضمن ان الزبده وصلت ليا لجميع الاطراف. صافي ونجمعها عادي بحال المسمن المربع اللي كنديرو. ندير هنا واحد القليل شويه ثاني، نقسمها بحال هكا بنفس العمليه مع الكره الاخرى. رجعت ليكم ورقت كذلك هذيك البريصه الاخرى حتى هي، يعني الورق مزيان، ونحاول انها ما تقطعش، هي ما غتقطعش العجينه ما كتقطعش معكم مرتاحه ومزيانه. صافي كنصمر بحال هكا ونفس العمليه ثاني، نوزع عليها هذيك الزبده المارغرين اللي ذوبتها مع نصف كيس من الخماره. نوزع عليها ثاني الزبده على جميع الاطراف ديالها. وهنا نوضع هاد الاولى اللي كتشكلت، ونجمع عليها الاطراف عادي بحال المسمنه.
هكا ونخليها ترتاح. نفس العمليه بالنسبه لهاد الجوج اللي بقاو ليا، نوافق وحده ونديرها في وسط الاخرى. خديت ديك القرصه المربع ديالي اللي كنت وافقته، فرشت واحد بابي كويسون هكا وسرحت عليه، بقيت كنقرص فيها تخدات هاد الشكل المربع. علاش هكا؟ باش ما تعذبناش ونبغيو نهزوها، يعني نهزوها بسهوله ونحطوها في اللاطه. هذا المكان، ونجيبو هنا ديك الكريمه ديالنا اللي صايبنا، نوزعها هكا كامله على هذاك. كيف قلت لكم الحشو ديال هذا المسمن راه لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. يعني ممكن ديروا الكوفيتير مع شويه الكوك مع المكسرات، يعني اللي متوفر عندكم. كيف ما كتشوفوا وزعت هذيك الكريمه كامله على ديك المسمنه ديالي. حاولوا ان الاطراف ما توصلوش للكريمه باش ما تخرج. هذا مكان، وهنا انا اختاريت غير حبيبه الشوكولا نديرها. حاولوا من الاحسن خذوا هذا الخاص بالكوكيز. علاش؟ لان لاخر هكا غليظ، ملي غتبداو هكا تقرصوا في الاخرى اللي فوق منا ممكن يتقب لكم العجين. هنا ممكن ديروا الزبيب كيف قلت لكم، مكسرات، اللوز مقلي ومهرمش، اي حاجه عندكم ديروها. هيا خدينا كذلك الاخرى حتى هي قرصتها بنفس الكيفيه، تكون هكا رقيقه. السمك ديالها ما نخليوش العجينه غليظه، هانتوما شوفوا كيف خليتها مقاده بهذا الشكل، ونجيب اللاطه باش نغطي بها طبق الفرن. كدا ناخذ هذاك العجين اللي وضعته، كنجيبو هكا بنفس الكيفيه ونغطي به العجين الاخر. يعني هاد الورق بابي كويسون كيساعدكم باش ما تعذبكمش العجينه هكا فاش تهزوها وترخى ليكم في يديكم. يعني صافي كنحيدوه بسهوله، ومن بعد كنقاد العجينه ديالي هكا. نجيب هاد الاطراف نلاصقهم مزيان، وكيف قلت لكم الحشوه ديال الكريمه ما تجيبوهاش حتى الاطراف اخر العجين باش ما تخرجش لينا. كنصامو بهذا الشكل، تنسوي العجينه ديالي مزيان هكا، نضمن انها تلتصقت مزيان. يعني هاد الطريقه مزيانه، ما كنبقاوش نديرو هكا كل مسمنه بوحدها، كتسهل علينا الوقت وكنصيبو كميه اكبر في وقت وجيز. دابا صافي كنبسطوها مزيان باش تلتصق الطبقه الفوقانيه مع التحتانيه. علاش قلت لكم ديروا هذاك الشوكولات بيبيز دو شوكولا احسن؟ يعني انا درنا الشوكولات الاخر قطعناه، ملي كنبغي نوضق هكا كنقرص كيتقبل لي شويه العجين. بعد ما قديت لها الوجه الفوقاني مع التحتاني هكا ولاو ليا مزيان، كنجي هكا نطاسي، نحاول اني ندير قطع هكا متساويين. ممكن ديروا المسطره، انا خديت هكا العبار غير بعيني بحال هكا، كنقطعها هي. علاش؟ باش ملي طيبو نبغيو نقطعوها تجينا سهله. خديت هكا صايبت غير واحد القمعه هكا من داك بابي كويسون اللي كنت كنقرص عليه، ودرت فيه ديك الكريمه اللي شاطت ليا، وزوق بيها هكا عادي الفطائر ديالنا. رجعت لكم احبائي بعد ما قديتها ودهنتها بواحد صفارة البيض مع قطرات ديال الخل او الحليب اللي متوفر. صافي انا شاطت ليا هذيك الكريمه، ما بغيتش نخليها، زوقتها من الفوق، زوقت بها من الفوق. اش قلت لكم انا، يعني الحشوه اختياريه، وكذلك الا كنتو درتو الكريمه لا شاط لكم منها زوقوا بها كيف ما بغيتو. ما عندكمش ممكن تزوقوا من الفوق عادي، يعني باي حاجه من الفوق، بزنجلان، بافو، مكسرات. صافي درت هكا داك الشوكولا اللي بقى ليا حتى هو زوقت به من الفوق، كملت التزيين ديالها. صافي دابا ان شاء الله ندخلوها الفرن. فرن ديجا سخنتو، في الاول سخنتو مجهد، ملي غنبغي ندخلها غير غنشوفها هكا شويه بدات كتنشف ليا، ونرجع الفرن على 180 درجه، نديرها في الوسط. كانت المروحه كان احسن كتوزع الحراره. صافي ونتسنى عليهم حتى كيطيبوا. خرجناه من الفران طابت كيف كتشوفوا،
يعني انا درت لها هاد الزيت ديالي البسيط، نتوما لكم يعني الحريه كيف ما بغيتو كيفاش تزينوها. الاساس يعني العجينه ديالها راه كتجي رائعه ومقرمشه، وكذلك حتى الحشوه راه كتجي بنينه. شوفوا يعني فاش كنطراسيوها في الاول كتسهل علينا ان نقطعوها. تمام طيب تشوفوا كيف كيجي بقى سخونه. طيبة من تحت محمرة، وهاداك الشوكولا من الداخل يعني سايحة ومورقة، يعني منعاودش ليكم. وزائد أنها ملي كتبرد كتزيد القرمشة ديالها. كيف شفتو كتجي زوينة ومقرمشة يعني، وهكا يعني سهلة، بعوض ما نبقاو نديرو كل مسمنة بوحدها، هكا دقة وحدة كتجي كتسهل علينا الوقت، وكذلك كتجي رائعة وبنينة. وفي الاخير الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من لي لايك ومن تعاليقكم الجميله، وكذلك بالنسبه لاول مره يشوف القناه عجبوا المحتوى ما ينسانيش من ابوني، وكذلك بتفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي الجديد دائما ان شاء الله. وفي الاخير دمتم في رعايه الرحمن، والى اللقاء.